أنا اسمحوا لي أسمع من محمد وأسمع الجواب من حسام. حيل الله قوت تامر سمع قصيدة. طبعا قصيدة كلمات الشاعر الحبيب أخوي وصاحبي فاضل الكناني. أوجه له تحية من هاي قناتكم المفضلة. أقول حيل أنا أحبك فوق ما تتصور. السيدة زينب تخاطب أمير المؤمنين، شو تقول له؟ تقول له حيل أنا أحبك فوق ما تتصور، عمر بغيابك لحظة لحظة بعثار، شلونك يا ابويا لا تقل مروتك، شلوني وكل شي بحياتي تغير، شلوني وكل شي بحياتي تغير، اضحك لي لحظات وابكي لي ساعات، فراقك ابد لا مو سهيل شمسوي بيا، ما ظل بعد حيل ولا نايمه بليل، ارجع لبويا بداعه الزهره الزكيه، فاجئني هجرك ما محسبت لحساب، ليه السما نشفت دمع من الباب، فراشك يا بويا بقلبي ليش نايم بتراب، فراشك بقلبي ليش نايم بتراب. صلوا على محمد وعلى الله. بارك الله فيك. الله يسلمك حبيبي في دورك. انا اقول علي بنا ماي، علي بلا ما ينام الخاطر، الفقرة تترامى حجر من تثمر الشجرة، علي موزع خبز قد ما براسك شيب، غادم حبتك مولاي على الفطرة، علي قرآن بيته للأخلاق أخلاق، علي قرآن بيته للأخلاق أخلاق، قاع الله بطبرتك تنقلب حمرة، علم صليت الله وتربة الله حسين، علم صليت الله، علي بلا ما ينام الخاطر، الفقرة تترامى حجر من تثمر الشجرة، علي موزع خبز قد ما براسك شيب، وادم حبتك مولاي على الفطرة، علي قرآن بيته للأخلاق أخلاق، قاع الله بطبرتك تنقلب حمرة، علم صليت الله، مصليت الله وتربة الله حسين، علي اللي يوقف قباله بنظرته يفسره، اللي يجيك وعنده حاجة ويلزم الشباك تخلص حاجته مولاي بالحضرة، علي ما عاف ناس بظهره جوعانين، علي ما عاف ناس بظهره جوعانين، علي يواصل فقير وخاطره يجبره، علي بيبانه ما سدهن ابن، علي بيبانه ما سدهن بوجه الضيف، وبد ما ينطفت النور هالزهرة، وبد ما ينطفت النور هالزهرة، الناس تعذب تذبح مولاي وانت معذب تنطم رات. سلامتكم. الله عليك. الله يحفظك. الله عمرك. الله يخليك. احسنت.